أشهد أن محمد رسول. بينما النبي صلى الله عليه وسلم في بيت إحدى زوجاته وعنده نفر من أصحابه، إذ أرسلت إحدى أمهات المؤمنين بقصعة فيها طعام، فضربت التي هو عندها يد الخادم فسقطت القصعة فانفلقت وتناثر ما فيها، فما كان من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا أن تعامل مع الموقف ببساطة واتزان وهدوء ورزان، فرحم ضعفها وعذر غيرتها، ثم أخذ فضم الكسرتين وجمع فيها الطعام وقال: غارت أمكم، غارت أمكم، فما عنف ولا زجر ولا جرح، بل عفا وغفر وصفح بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم.